احنا معانا على التليفون زميلنا العزيز احمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مركز شباب التوفيقية على الهواء مباشرة. ابو حميد الله 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 الله، انا شايف قدامي مركز شباب التوفيقية. يعني مساء الخير، اجواء حماسية جدا. يمكن دلوقتي الشوط الثاني بدا بالظبط بالظبط، فعلا الشوط الثاني بدا دلوقتي منذ لحظات قليله جدا، وفي اجواء حماسيه جدا هنا، وفي يعني حماس من الجمهور، اعلام مصريه كله مترقب. يعني ممكن الناس هنا متواجده من قبل بدايه الماتش من حوالي مثلا نقدر نقول ساعتين او اكتر، من قبل الساعه 9، يعني هم متواجدين من الساعه 7 تقريبا لمتابعه المباراه مصر والسنغال في بطوله امم افريقيا المباراه النهائيه. خليني اقول لك ان مصر وصلت لنهائي امم افريقيا دي المره العشرة في تاريخها، واذا اتكلمنا عن المواجهات اللي جمعت ما بين مصر والسنغال هنلاقي ان مصر فازت على السنغال 9 مرات في اجمالي المواجهات اللي واجهتهم، سواء كانوا داخل بطولات او في لقاءات وديه، وده كان اعلى يعني كان اعلى نسب فوز على السنغال من اصل 17 مباراه واجهتهم ما بين مصر والسنغال. احنا دلوقتي شايفين الشوط الثاني، وفي تتبع ومتابعه كبيره جدا من الجماهير الموجوده هنا بالعشرات، وطبعا في اسر بالكامل موجوده لمتابعه المباراه ومؤازره منتخب مصر منتخب الفراعنه، والاطفال كمان اعمار سنيه كبيره يعني صغيره جدا موجوده بتتابع الماتش بلهف وحب شديد جدا، وكلهم يعني اتكلمت مع عدد كبير منهم كلهم قالوا ان شاء الله هنفوز، ان شاء الله هنحقق اللقب الثامن لمصر ولمنتخب الفراعنه. من احنا حصلنا على اللقب السابع اخر مره في سنه 2007، ان شاء الله نحصل عليه المره دي في 2022 على اللقب الثاني واللقب الثامن طبعا. وزي ما شفنا طبعا لو اتكلمت عن اجواء الشوط الاول من المباراه اللي انتهى بالتعادل السلبي، ولقينا فيه صمود كبير جدا من لاعبتنا لاعبه المنتخب الوطني، وكمان الكوره اللي صدها وكلنا شفناها، الكوره اللي صدها ابو جبل قد ايه الجمهور هنا تفاعل معها بشكل كبير جدا، ومجرد ما ابو جبل استطاع وتمكن انه يصد الكوره الجمهور كلها قامت يعني في نفس واحد، ويعني كلها رفعت ابو جبل طبعا، وقالوا يعني هم قد ايه كانوا سعداء بالاداء البطولي الاداء الصامد لمنتخب مصر امام منتخب السنغال. وباذن الله يوسف هنفوز وهنحقق اللقب الثاني، وانا متابع معاكم الاجواء هنا مع الجماهير المصريه اللي متابعه بترقب وشغف كبير جدا لغايه ما هنفوز وهنقدر نحقق اللقب ونحصل او يعود ثاني منتخب الفراعنه من الكاميرون من مدينه ياوندي في ملعب اولمبيلي بيقام في المباراه دلوقتي. ان شاء الله هنرجع بكاس كاس الامم الافريقيه لمصر ونسعد الملايين من الجماهير المصريه والعربيه. وكمان عايز اقول لك ان الى جانب الجماهير المصريه اللي موجوده او متواجده هنا دلوقتي في كمان عدد من الجماهير العربيه، في اشقاء من دوله الجزائر وفي المغرب كمان اللي بيشجعوا بيساندوا جدا منتخب الفراعنه منتخب مصر الى جانب اشقائهم من المصريين المتواجدين هنا بحماس شديد جدا بيتابعوا المباراه، يمكن كله بيكتم انفاسه عند الكرات سواء عند مرمى ابو جبل طبعا، وسواء اول ما محمد صلاح كمان حلو ابو حميد حلو بيقترب من منتخب مرمى منتخب السنغال كله طبعا بيقطع الانفاس علشان يدخل الهدف، وباذن الله هنفوز. بص ابو حميد بقى انا معاك يا يوسف، بتقول لي في عندك هناك ناس من الجزائر وناس من المغرب وبتاع، انا بقى هحتاج منك هتعبك حبتين لفتك الحلوه كده، لو الناس دي قريبه منك فعايزين نسمع منهم وهم بيشجعوا المنتخب المصري ده من ناحيه، وعاوز اعرف بس منهم بالتحديد توقعاتهم ايه الماتش النهارده. لو في سكتك حد من اخواننا المغاربه او الجزائريين الموجودين خير وبركه، ما فيش في سكتك دلوقتي لف كده هتلاقي المصريين. انا عايز في السريع في الفورتي فورتي الماتش هيخلص كام كام؟ طيب تمام، يعني يمكن انا اتكلمت مع عدد من الموجودين دلوقتي هنا وهم كلهم بيقولوا ان شاء الله هنفوز، في البعض اللي قال ان هو 1-0 وفي بعض قال 2-0 وكمان
المغاربه والجزائريين، يعني هم ما قالوش بالظبط هنفوز قد ايه، ولكن قالوا ان شاء الله المنتخب المصري هيفوز. ممكن كمان لو تحب ان احنا نجري لقاءات سريعه مع عدد من المواطنين احنا معانا، ارجوك تعال اقرب على الهواء. قول لي تتوقع الفوز كام لمصر النهارده، ومين اللي هيدخل الجول؟ صلاح. صلاح هو اللي هيدخل الجول. عايز اقول لك يا يوسف ان الجماهير المصريه يعني حاطه آمال كبيره جدا على نجمنا العالمي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الانجليزي، ان شاء الله هيقودنا للبطوله للقب الثامن في تاريخنا. شايف ان احنا ممكن يعني ندخل كام جول؟ ممكن ندخل زي ممكن 3-4. 3-4 يعني هو احنا ان شاء الله يا رب باذن الله نحقق الفوز. طيب قول لي، تعالى قرب، قول لي اتعرف بيك كده، تجيب اسئله كتير. شكرا. ماشي يا رب باذن الله. 3 ممكن لغايه 6 ان شاء الله يا رب باذن الله. قول لي اتعرف بيك. حازم. حازم، قول لي يا حازم، تتوقع هنفوز كام؟ ممكن 2-0 يعني. 2-0؟ باذن الله يا حازم ان شاء الله. حازم قال 2-0 ان شاء الله هنفوز وهنكسب السنغال وهنسعد الملايين من الجماهير المصريه. طبعا كل الاطفال المتجمعه عايزه تنقل فرحتها لعدد الجماهير. قول لي تتوقع هنفوز كام؟ 3-1. 3-1. 4-1. واحنا ممكن نلعب ضربات جزاء ونكسب ان شاء الله. هنا ده بقى راي جديد، اللي احنا هنلعب ضربات جزاء وهنتمكن من الفوز على منتخب السنغال زي ما عملنا مع اسود الكاميرون. يا رب نكسب. يا رب نكسب باذن الله. واحنا المفروض اصلا هنكسب، عشان احنا المفروض احنا عملنا جهد كبير عشان نوصل لكده، فاحنا المفروض نكسب ان شاء الله. ان شاء الله هنفوز. طبعا الاجواء كلها حماسيه، كله تفاؤل. احنا بنتابع معاكم الاجواء دلوقتي وهنلاقيها لحظه بلحظه على الهواء مباشره. في كوره دلوقتي خطيره، والحمد لله. يعني عايز اقول لك احنا على الهواء دلوقتي واحنا بنتابع المباراه، ابو جبل تمكن من صد كوره غايه في الصعوبه. يمكن الكاميرا نقلت من خلفي الاجواء قد ايه الناس متحمسه وسعيده جدا بابو جبل اللي تمكن. هو يعني هو فعلا النهارده في مباراة مصر والسنغال أبو جبل هو بطل مصر، بطل المباراة، تمكن من إنقاذ شباك منتخب الفراعنة من كرات تكاد تكون صعبة جدا جدا، الأولى اللي هي في الشوط الأول اللي شفناها، ودلوقتي منذ لحظات كورة أيضا كانت في غاية الصعوبة، استطاع أبو جبل إنه يصدها باحتراف كبير جدا. يعني هنتابع معاك الأجواء. لا هات البنوتة بقى، في بنوتة واقفة جنبك متطلعة، اسألها كده. هنتابع معاكم لغايه ما نفوز باذن الله. في بنوته لطيفه واقفه جنبك. ازيك، اسمك ايه؟ اسمي نورهان. نورهان، قولي يا نورهان، يعني انت تتوقعي الفوز كام؟ 5-0. نورهان بتقول 5-0. يسمع من بوك ربنا يا نورهان. مين اللي هيدخل الاجوان؟ محمد صلاح. زي ما قلت لك الاطفال هنا يعني حاطين امال كبير جدا على محمد صلاح، هو نجمهم. اقول ايه؟ عايز تبقى هنفوز كام؟ ايه؟ هنفوز كام؟ 5-1. يعني الاطفال سعداء جدا، عندهم امال كبير جدا ان احنا ان شاء الله هنفوز، وكله يعني حاطط امال على محمد صلاح ان احنا هنحقق الفوز، وهيكون محمد صلاح ان شاء الله نجمنا، هو هيقودنا مع باقي لعيبه المنتخب الوطني جميعا اللي بيتعاونوا على رجوعنا بكاس الامم الافريقيه وحصولنا على اللقب الثامن. شكرا يا ابو حميد. يوسف هنتابع معاك الاجواء المباراه لحظه بلحظه لغايه ما هنفوز باذن الله، وهنطلع ونشوف اجواء فرحه الملايين من المصريين في الشوارع النهارده باذن الله. النهارده مش هننام، النهارده هنفضل صاحيين وهنحتفل باذن الله باللقب الثامن وفوزنا بالبطوله. اليك في الاستوديو باذن الله. اشكرك جدا زميلنا العزيز احمد الحسيني، مراسل التلفزيون المصري وبرنامج التاسعه من مركز شباب التوفيقيه. لا احنا نبعت نجيب عشاء، والله تصدقوا انا طلبت من زملائكم يا جماعه ما تبعتوا تجيبوا لنا عشاء بقى كده ونقعد ونسهر، خصوصا ان احنا النهارده ان شاء الله كريم رمزي رجع لنا بالف صحه وسلامه، فانا شبطت ان انا اطلع مع كريم شويه كده لعل يكون العشاء متاخر ولا حاجه فالحق بدل ما اروح. تصدق ده احنا احتفالا بالماتش جبنا العشاء، انت ما لحقتش معانا. لا ده انا قاعد
فيهاش هزار.